بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أخواني الكرام مرة تانية على قناة موبايل ويب سيرفيس. بالحقيقة كثرة الطلبات في الآونة الأخيرة على موضوع باور زد دونجل. شو هو هذا الجهاز؟ شو طريقة استخداماته؟ كيف ممكن نستفيد منه بتحليل المشاكل؟ شو أهم الطرق اللي ممكن نفعل فيها الجهاز بطريقة احترافية بدون مواجهة مشاكل؟ كيف ممكن أبني قاعدة البيانات الخاصة فيني اللي بتساعدني على قراءة الأعطال وتحليلها والحصول على أفضل نتائج بمساعدة هذا الدونجل اللي خاص بقراءة الباور؟ طبعا جهاز بسيط صغير جدا لكن مفيد بكتير من الأعطال اللي ممكن تساعدنا إنه نقدر نكشفها ونتعامل معها. طبعا كجهاز بشكل خاص هو لا يعني ما في عنده السحر اللي يخلينا نحط إشارات استفهام كبيرة حول الموضوع. هو عبارة عن جهاز بيقرأ الدخل والخرج وبيعطيك رسم بياني بنسبة ميلي أمبير. طبعا بكل بساطة أنت فيك تقول لي أنه هو تقريبا أفوميتر، يعني مثل قراءة الأفوميتر. صحيح ممكن تقول أنه هو مثل قراءة الأفوميتر، لكن بيفرق على أنه ممكن تشوف بعينك نسبة التغير السريع اللي ممكن تحصل على القيمة الفولتية أو قيمة الأمبير أثناء عملية مرورها ضمن هذا الجهاز الصغير. طبعا بالمرحلة الأولى أنت لما تعمل وصل للجهاز أو لما تشتري الجهاز أو تتعامل مع الجهاز ما راح يكون عندك أي بيانات، فأنت راح يكون بالنسبة لك هو عبارة عن ديفايس صغير صار عندك بالبيت أو عندك بالعمل، وفعليا أنت راح تبلش من الصفر. كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الجهاز وكيف نقدر نحصل البيانات والمعلومات؟ كيف نقدر نشغله بأفضل طريقة؟ شو البرنامج المستخدم؟ طريقة الوصل مع الكمبيوتر؟ كل هالمعلومات إن شاء الله راح نمشي فيها اليوم وراح نتعامل معها بإذن الله تعالى خلال هالفيديو اللي بتمنى يكون ممتع ومشاهدته إن شاء الله توصل لنسبة معقولة. على كل حال قبل ما نبلش نحن نتمنى إذا لساتك ما شاركت بالقناة تتفضل وتتشارك معنا بالضغط على زر القناة، تحاول تشارك هذا الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن ونقدر كل من جميع الأخوة الفنيين والتقنيين إنه يستفيدوا منه، زائد إنه تفعل الجرس لحتى يوصلك كل الجديد، وإن شاء الله تعالى ما تنسونا من اللايكات. على كل حال هذا الجهاز مثل ما حكينا له تقريبا 4 مداخل ممكن نستفيد منها، زائد إنه في عندي مدخل لقراءة الداتا. راح أورجيكم الجهاز بشكل مقرب. مثل ما شايفين عندي هذا هو الجهاز، جهاز صغير بسيط مدخل USB. هذا المدخل تبع USB بيساعدنا أنه نحن نوصله على جهاز كمبيوتر أو على باور زد أو على الآي باور، أو حتى ممكن نوصله على أي ديفايس بيحوي USB 2 لنقدر نفعل الجهاز. طبعا الجهاز هذا هو دخل الفولت، يعني انا الفولت لما بيدخل من هذا البورت. طبعا في عندي امكانيه لوصل USB 2 موجود، هذا هو الخرج، فهذا هو اللي راح يكون عندي باتجاه، اذا افترضنا نحن الدخل عندي هون راح يكون عند الخرج هون، فهذا اللي راح ينوصل معي على الكابل اللي راح ينوصل على الجهاز مثل كابل الشحن، او ممكن تستخدم كوابل الاي باور لحتى تقدر تقرأ الداتا من الجهاز ومن اقلاع الجهاز. طبعا شو الفرق اذا وصلت على مدخل الشحن وشو الفرق اذا شغلت عن طريق الاي باور؟ شو بيعطيني امكانيه؟ انت لما بتوصل عن طريق الاي باور باتجاه الدوك كونكتر مع المخرج البطاريه، انت عم بتفوت دايركت على الداره، فانت ما عم تمرق عن طريق داره الشحن، يعني انت كانك وصلت محل البطاريه، فهو راح يقرا الجهاز كيف عم بيتعامل مع البطارية. فإذا كان في عندي نسبة شحن عالية أو في عندي شورت،
راح تشوفه مباشرة على هذا الجهاز، وراح يطلع مباشرة قدامك على الجراف اللي انت عم بتشوفه، الرسم البياني. اما اذا وصلته عن طريق مدخل يو اس بي، اذا كان عندك الجهاز فيه شورت، بالتأكيد ما راح يقدر يقرأ اي بيانات، والجهاز حتى ما راح يعطيك علامة شحن او اي شيء. لما بتوصله عن طريق مدخل الدوك كونكتر، يعني مدخل الشحن، انت راح تشوف نسبة تغير نسبة الشحن بالجهاز، بس مش بالضرورة يكون اليو 2 هو اللي عطلان، او اي سي الشحن اللي هي عطلانة. ممكن يكون اكثر من عطل عندي ابتداء من الدوك كونكتر او فلاتة الشحن لا دخولا للدارة. بينما لما توصل مباشرة على مخرج البطارية، انت عم تعرف بالضبط القيمة الداخلة لمخرج البطارية او الخارجة من مخرج البطارية، والقراءات اللي عم تنقرأ من دارة الشحن. ففعليا افضل طريقة انك انت تستخدمه لحتى تحلل المعلومات، انك توصله على مدخل البطارية مش على مخرج الشحن او على مدخل الشحن. على كل حال، خلينا نكمل تحليل الجهاز. مثل ما شايفين عندي انا بورتين يو اس بي سي، عندي البورت واحد وبورت اثنين، وعندي اليو اس بي اللي هو مثل اجهزة سامسونج او اجهزة اليو اس بي العادية. فينا نحن نوصل عليهم الاجهزة ونقدر نقرأ منهم كيف الجهاز عم بيقرأ بياناته. زائد ان عندي مخرج الداتا، هذا المخرج اللي جنب الازرار هو المخرج المسؤول عن الربط مع جهاز الكمبيوتر، هو المخرج اللي بتطلع منه الداتا باتجاه جهاز الكمبيوتر. طبعا الازرار اللي موجودة عندي باعلى الديفايس، هدول الازرار عندي الفوكسنج فيه مشكلة، هدول الازرار لتتغير واجهة الجهاز. فخلينا راح نشوف بشكل سريع. انا هلا حاليا راح اوصله على جهاز الكمبيوتر، وراح نشوف الشاشة اللي بتطلع لما اوصله مع جهاز الكمبيوتر. مثل ما شايفين انا طلع عندي الجراف الاولي، طبعا هاد مثل ما شايفين طلع عندي الجراف الاولي، ما في اي داتا، هو عبارة عن ما في دخل ولا خارج، عم بيعطيني انه قراءة الباور اللي عم بتشغل اليو اس بي دونجل، فما عندي اي قراءة محددة او قراءة غير معروفة او معروفة عن هذا الجهاز. طبعا انتو بشكل عام انتو رح تشوفوا شغلة، انه انا فيني اغير هاي الواجهة بحيث اني اتعامل مع الجهاز بشكل اقوى. انا مثلا عندي هون عم بيقدر يعطيني اياها رسم بياني، فانا لو في عندي اي مرور تيار ضمن البورت راح يتغير عندي هذا البورت، وراح يمشي بشكل جيد جدا. مثل ما شايفين يعطيني اكثر من فانكشن، مثل ما شايفين انا عم بضغط على اول زر عم بيعطيني القراءات بشكل عام، شبيه جدا بالدنجل الخاص بقراءة الشحن، لكن ما فيه هذا الفانكشن. يعني الدونجل هاد البسيط هاد مهمته انه يقرأ مباشرة من مدخل الشحن، لكن ما عنده امكانية انه يورجيني الامور الدقيقة بالتفاصيل الدقيقة على جهاز الكمبيوتر، وبالتالي انا ما فيني احدد اذا كان في عندي فصل سريع او سحب سريع او ضغط سريع على الجهاز، ما بيقدر يطلع لي هذا الدونجل. لكن بالنسبة للباور زد لا، بيطلع بشكل أفضل وبيعطيني تحليل بشكل أقوى. طبعا كل زر بيدخلني بأكثر تقريبا، بيكرر نفس الفانكشن، يعني ما كتير في فروقات بعيدة أو قريبة على هذا المستوى. بتلاقوا أنه أنا في عندي أكثر شيء مستخدم بعملية التبديل هن الأزرار. زائد انا في عندي امكانية لقراءة ممانعة الجهاز بشكل عام، مثل ما شايفين انا هون فيني اقرأ الفولت والممانعة بشكل عام. زائد انه انا في عندي امكانية هدول مثل ما شفتوا هلا البيانات اللي عم تتقلب هون، بيعطيني الزر الاخير بيعطيني صورة كاملة لعملية السحب، فانت اللي راح تشوفه على الكمبيوتر راح تشوفه كمان على الشاشة الصغيرة.
الأزرار فعليا غير مستخدمين بشكل كبير، يعني أنا ما بيهمني أشوفهم لأنه طالما عم بتعامل مع جهاز الكمبيوتر فهو راح يحدد لي البيانات اللي أنا بيهمني أقرأها وأتعامل معها، لأنه أي خيار أنت عم تاخده من ضمن الأجهزة الثلاثة عم بتكون موجودة على جهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. طبعا في عندي مينيو ممكن ادخل عليها واختار اذا في عندي كالبريشن بدي اسويها، او ممكن اعمل له ابجريد، او ممكن حتى اشتغل على مستوى سوفت وير للجهاز. طبعا نحن اللي بيهمنا اكثر شيء ندخل اليوم بالتعريف او بكيف ممكن استخدم هذا الجهاز وشو افضل طريقة اني اتعامل مع هذا الجهاز. هاي الواجهة اللي اكثر واجهة ممكن انت تشوفها وتستخدمها بالجهاز. نحن رح نعمل تطبيقات بسيطة جدا، كيف ممكن نوصل لجهاز على الكمبيوتر، كيف ممكن نشغل جهاز موبايل ونوصل على جهاز الموبايل لنعرف شو القراءات المستخدمة من هذا الجهاز. طبعا البرنامج اللي موجود متوفر على الانترنت في اكثر من نسخة، في نسخة قديمة كانت الاخوة الفنيين يعانوا من بعض المشاكل بالوصل مع الجهاز. ان شاء الله راح احط رابط للموقع شراء البرنامج زائد رابط لتحميل السوفت وير الخاص بهذا الدونجل. راح نعمل نحن كذا تجربة وراح نشوف الفروقات اللي ممكن نحصل عليها والرسم البياني اللي ممكن نحصل عليه وشو ممكن يفيدني الرسم البياني وكيف فيني أقرأ المعلومات اللي خارجة من الجهاز على الرسم البياني. طبعا انا مثل ما ذكرت ببدايه الفيديو، الجهاز ما بيفيدك اكثر من انك تبدا تبني قاعده بيانات خاصه فيك، فانت اذا عندك جهاز بيشتغل بشكل 100% تمام، راح تشوف انت تاخذ هذا الجهاز تفتحه تاخذ القراءات الاوليه لنسبه الاقلاع، سرعه الاقلاع، اداء الجهاز بشكل عام، كل هالمعلومات راح تاخذها من هذا الجهاز بالمرحلة الأولى. لكن فيما بعد راح ما يبلش تيجي عندك الأجهزة فيها أعطال راح تكتشف إنه في عندي فروقات بعملية الرسم البياني، هاي الفروقات هي اللي راح تساعدك. فأنا إجاني مثلا أوديو أي سي بعمل فيديو أو بعمل تشارت أو مخطط بياني، هذا المخطط البياني للآيفون فيه مشكلة بالأوديو قبل ما يتصلح وبسيفه عندي على الكمبيوتر، وبعد ما يتصلح بسيف عندي الكمبيوتر على الكمبيوتر، فبعرف انه قبل وبعد كيف صار. فلما يجيني انا جهاز مرة تانية عم بيعطيني نفس القراءة فانا بعرف انه انا عندي هاي القراءة موجودة عندي من قبل، ففيني ابحث عليها واقارن لاعرف اذا كانت عندي نفس القراءة ولا لا. هاي الطريقة بسموها قراءة التوقيع اللي بسموها يعني failure signature، يعني انه توقيع التخطيط او الخطا، يعني بمعنى اخر الخطا دائما له شغله بسموها فينجر برينت يعني بصمه. فمثل ما هو كونه بيعاملوه كانه العطل مجرم فبيدوروا على بصمه لهذا العطل لحتى يبداوا منها ويعرفوا كيف يحللوه. تذكروا نحن بشكل عام مبدا الصيانه تبعنا بالمطلق هو عمليه تحليليه، يعني مثلا شركه ابل لما انتجت اجهزه الايفون عملت مراكز خاصة بتصليح الايفون، فعليا بتروح بتاخذ من الايفون بياخذوا منك وبيعطوك جهاز جديد وبيقولوا لك اهلا وسهلا شرفت. ما تم عملية صيانة قدامنا، ما شفنا كيف الصيانة تمت، انما تحليل العطل بنسموه يعني انه فيلير انفستيجيشن، يعني انك تدور على العطل او تحاول تحقق بالعطل لحتى توصل للهدف الأساسي أو للسبب الأساسي والرئيسي اللي عطى هذا العطل وتصلحه بعملية استبدال أو بتغيير أو شورت أو أيا كان يكون، وبالتالي أنت بتنطلق للخطوة الثانية اللي هي أنك تصلح هذا العطل. فمثلا أنا راح أجيب جهاز وراح نعمل شوية تحاليل سريعة ونشوف طبيعة هذا القراءات كيف بتكون لما يكون الجهاز عم بيشتغل بشكل سليم، ولما يكون عندي جهاز عطلان راح نشوف المقارنة بيناتهم وكيف ممكن استخدم هذا الجهاز بهذا الموضوع. فخلونا نحن نبدأ بجهاز بسيط نشوف
كيف ممكن يشتغل معي وكيف ممكن نتعامل مع هذا الجهاز. أنا راح أجيب معي جهاز آيفون 6. هذا الجهاز هو يعني جهاز عطلان أساساً، أو مش عطلان، ممكن يكون مقفول أو أياً كان يكون وضع الجهاز. أنا راح أفتح الجهاز ونحاول نعمل وصل على الآي باور لنشوف شو ممكن نحصل من هذا الجهاز. طبعا تذكر انه انت لما بدك تشتغل بهذا الجهاز انه عم نشتغل نحن مثل ما حكينا بعملية تحليلية لا اقل ولا اكثر. فهالعملية التحليلية راح تساعدنا نعرف انه طبيعة هذا الجهاز، يا هل ترى هو جهاز سليم ولا فيه مشكلة، ولا مشكلة مثلا مزعجة، ولا ايا كان يكون. وتذكر انه هذا الجهاز راح يساعدك على قراءة البيانات اللي صعب انك تجمعها بدماغك وتحفظها، راح تشوفها مرسومة قدامك ومكتوبة، وبالتالي راح تساعدك بعملية متابعة العطل بشكل عام. طيب مبدئيا نحن راح نجيب هذا الجهاز، وراح نوصل مدخل الشحن على البورت الخاص. طبعا راح نغذي اليو اس بي عن طريق الاي باور، طبعا لحتى نشتغل بالبرنامج بشكل سليم راح نشغل السوفت وير اللي خاص بهذا البرنامج. طبعا السوفت وير هو باكج مش انستوليشن، يعني انت بتفتح الباكج بيطلع عندك بهذا الشكل. مجرد ما ربطت البرنامج راح تلاقي انه انا في عندي امكانيه اني اربط البرنامج بشكل مباشر. عندي الاعدادات اللي بحدد طبيعه الالوان المستخدمه بالبرنامج، بحدد طبيعه كل لون. الكالبريشن ممكن انا اعمل ضبط للجهاز، اذا في عندي فارق زمني او في عندي خطأ ما فيني انا احدده. طبعا مكتوب بالصيني كلياته للاسف، ما فيني اشرح التفاصيل لانه لسه ما تعلمت صيني، بس على الطريق ان شاء الله. وعندي فيرموير ابديت، اذا في عندي انا فيرموير جديد نازل للزد باور ممكن، او الباور زد ممكن نحن نعمل له ابديت للفيرموير. والبي دي هو عبارة عن طريقة، خلينا نقول حفظ للبيانات اللي مسجلة على الجهاز ومسجلة على الكمبيوتر، انت بتنسرد عنا بشكل مباشر هون بحيث اني ارجع لها وقت ما بدي استخدمها. طيب على كل حال خلينا نشوف شو التفاصيل الأساسية اللي ممكن استخدمها بالجهاز. مثل ما شايفين انا هلا جهاز كونكتد على الكمبيوتر، عندي مدخل الفولت قليل جدا، هذا بسبب انه عم بيقرا من الكمبيوتر، ففعليا ما عندي فولت يشغل الجهاز، ما عندي امبير سحب امبير نهائي. طبعا في عندي معلومات بسيطة هون مثل الباور، نسبة بالوات عم بيعطيني اياها، التمبريتشر، ديفينيشن اللي هو قديش نسبة الخطأ بالفولت، عم بيعطيني انه هو من 0.1 ل 0.1 فولت. فما عندي كتير معلومات مهمة جدا بهذا المجال، انا ما فيني اعدل فيها، هاي الداتا هي الداتا عم تنقرأ من الباور زد. على كل حال رح ناخذ نحن مثال ونربط الجهاز بشكل مباشر على الايفون. فاللي بيلزمنا رح نجيب كابل عادي، رح اغذي اول شيء الباور زد، راح اشغلها، راح تلاحظوا انه ارتفع عندي نسبة الباور 4.4886، هي فعليا القيمة اللي مطلوبة اللي مأخوذة من جهاز الباور سبلاي. طبعا مثل ما شايفين عندي ما في عندي سحب نهائي، فما في اي نتيجة سحب. انا راح اعمل الوصل التالي، عفوا، راح اوصل الباور زد مع الجهاز على مدخل البورت العادي. هلا راح اوصله بس راح ارجعكم على الشاشه لتشوفوا التفاصيل السريعه. هلا انا راح اجيب
هذا الكونكتر ووصله عندي بالجهاز، وراح نشوف قديش نسبة الشحن. لاحظوا عندي هون بلش يعطي عملية سحب للشحن اللي موجودة على الجهاز. طبعا أنا فيني أعمل عملية رفع للباور، رفعت الباور عندي صار 5.2 فولت، عم بيعطي 0.44 ملي أمبير. طبعا هاي القراءة ضعيفة لأنه الباور لما عم بفوت على الباور زد عم بخفف من نسبة الأمبير اللي لازم تروح للجهاز، فأنا ما فيني أعتمد عليها من هذا المدخل، ما كتير موثوقة أني أستخدمها على هذا المدخل. مثل ما حكيت الأمبير هون رح يكون ضعيف جدا لأنه عم بدخل عن طريق تحليل الداتا وبيحولها لجهاز الكمبيوتر، فبالتالي عم بيكون عندي ضعف بالأمبير اللي بيدخل للجهاز تبع الموبايل. ومثل ما شايفين أنا ما عندي أي شيء جديد، فأنا فعليا إذا بعمل عملية run هذا الزر مهمته أنه يبدأ بتسجيل البيانات الأولية لعملية الشحن، فإذا في عندي اختلاف ولو جزء بالثانية من بعملية الشحن، مثل أنه الشحن عم بيشحن وعم بيفصل فجأة برجع بيشحن، بيفصل فجأة وبرجع بيشحن، فأنا رح أنتبه أنه عم بيفصل. لكن بالحالة الطبيعية هون أنا ما رح أقدر أتابع الرقم، فأنا بشغل البرنامج ورح أشوف أنه أنا في عندي خطين رح يطلعوا معي هون، اللي هو الخط الأخضر بيعبر عن الفولت والخط الزهري اللي بيعبر عن الأمبير. فرح تلاحظوا أنا عندي ثبات بسحب الفولت والأمبير، ما عندي اختلاف، لكن أنا مجرد ما أفصله مثلا رح تلاحظوا صار عندي هبوط بالأمبير وارتفاع بالفولت. طبيعي يرتفع الفولت ويهبط الأمبير لأنه ما عندي وصل. هلأ رجعته مرة تانية، رد أخذ بشكل سليم وتابع المهمة المطلوبة منه. فمثل ما ملاحظين ما عندي أي بيانات مهمة. طيب هذا عمليا السحب الخاص بعملية الشحن. انتبه انه انت هون ما فيك تستفيد من هاي المعلومات نهائيا، يعني عملية الشحن اوكي عم تدخل دارة الشحن وعم بيشحن، حتى لو كان في عندي عطل بدارة الشحن انا ما راح اقدر اشوفها لانه الامبير ثابت عم بروح باتجاه البطارية، والبطارية عم ترجع بتغذي الاي باور لانه في عندك شيء اسمه الخط العكسي التغذية العكسية، فالاي باور عم تاخذ باور من الباور سبلاي ومن البطارية، فراح يكون عندي الامبير ثابت والفولت ثابت ما راح يتغير نهائيا، وبالتالي انا ما راح اعرف اذا الجهاز فيه مشكلة ولا لا مثلا. لكن انا اذا بحاجة اني احلل مشكلة الجهاز واعرف اذا الجهاز فيه مشكلة، ان كان على مستوى الاقلاع او على مستوى سحب الشحن او على مستوى دارة الشحن، ايا كان تكون المشكله اللي موجوده بالجهاز راح يعمل انعكاس عندي على الجراف او على الرسم البياني، وبالتالي راح اعرف انه الجهاز هذا عم بيعاني من مشكله ما حتى على مستوى التوقيت الزمني لاقلاع الجهاز. طيب انا راح اجي هلا اعمل حركه ثانيه اللي هي اني راح اوصل الجهاز هلا حاليا. مثل ما شفتوا انا فكيت الجهاز، راح افك الكونكتر اللي انا واصل عليه وراح اجيب وصلة اي باور لايفون 6 واوصلها، بدل ما اوصلها مباشرة على الاي باور راح اوصلها على مدخل الباور زد. هلا راح اجيب هذا الجهاز، افك الكونكتر، راح اوصله مباشر على البطاريه. هلا الجهاز صار موصول معي بشكل مباشر على مدخل البطاريه. طيب لما انا بدي اشغل الجهاز، خليني قبل ما اشغل الجهاز اشرح لكم شوي عن الواجهه الاماميه كيف ممكن نتعامل معها. مثل ما تعرفنا على زر، هذا الزر هو زر بدء تسجيل المعلومات او الجراف او المخطط البياني اللي قدامي، فبيبدا يقرا البيانات من الباور زد ويحطها بالكمبيوتر.
لما تشغله بتفعل عندي زر تاني اسمه ستوب ريكورد. ستوب ريكورد يعني وقف التسجيل، خلص انت اكتفيت من المعلومات، وقفت التسجيل. سيف ايمج، انت مثل ما ضغطت عليها بحولك لصفحة الحفظ، وبتقدر تحفظ الجراف بامتداد اما بي جي بي، او ممكن يكون جي بي جي عفوا، او بي ام بي، او اي نوع من انواع ملفات الرسوم. زائد انه بيحفظ معه ملف، بيفتح ببرنامج الاكسل، هذا الملف فيه القراءات للارقام قبل ما يحول لك اياها لجراف. هو كيف بيشتغل البرنامج؟ البرنامج هو عباره عن قراءه بيسجلها بشكل متتابع عن طريق برنامج ماكرو. هذا البرنامج بيصدر هاي المعلومات، الارقام اللي بيقراها من الباور زد، وبيحفظها بملف اكسل. ملف الاكسل بيقراه وبيرجع لك اياه بشكل رسم بياني على الصورة اللي انت شايفها وراي. فانت لما بتحفظه بحفظ ملفين، الصورة وملف الاكسل. فانت فيك تراجع الارقام وفيك تراجع الصورة بشكل عام. خلينا راح نشوف هلا بشكل عام المرحلة الاولى هي كيف نشغل وكيف نحفظ البيانات. عندي زر الاكس اللي بالزاوية هون بيعبر عن كذا صفحة، فانت فيك تفتح كذا صفحة كل مرة بتسجل. فانا هلا خلينا نرست من الصفر. هاي انا راح ابلش من واجهه جديده. مثل ما تعودنا، اول شغله انا بعطي باور، اعطيت باور، دخل عندي باور على الجهاز. لاحظ عندي اخذ 5.04 هو الفولت الدخل. لا هذا شوي عالي، راح نصغره، راح نسوي 4، راح نسوي 4 فولت. تمام، صار عندي 4 فولت. السحب 0.0005 امبير، يعني 5 بال10000. فانا هذا ال 5 بال10000 امبير ما له اي معنى. يعني انا الجهاز هذا اللي عم ينقرا هو الباور، السحب تبع الباور زد، فانا هذا الرقم ما بيهمني بالاخير على هذا البرنامج. لانه فعليا اذا بتشوف عندي على الباور سبلاي السحب صفر، صفر خالصة، يعني 0.0000، وبالتالي أنا ما عندي سحب نهائي على الجهاز. طيب هلا أنا راح أعمل، راح أضغط زر الباور تبع الموبايل وأشوف السحب اللي راح ينتج عنه هذا الضغط. طبعا أنا هلا حاليا إذا ضغطت الزر، لاحظوا في عندي كمية أرقام هائلة جدا بدأت تتحرك عندي بشكل سريع، لا يمكن إنك تلقطها بعينك أو تحفظها بمخك بشكل سريع، وبالتالي أنت ما راح تعرف التغييرات اللي عم بتصير قدامك. شو اللي عم بيصير قدامك؟ أنت مالك شايف، ما عم تعرف شيء نهائيا. حتى إذا بتلاحظ ما عندي جراف عم بيطلع، وبالتالي أنا ما فيني أشوف شيء. فهلا بالمرحلة الأولى هذا معناته أنا ما عندي أي معلومات واضحة بالنسبة لي. ولا أقل اللي بعرفه إنه الجهاز عم يسحب 4 فولت تقريبا، وعم بوصل لل 9.1 امبير، وبرجع بينزل وبيطلع، بس ما بشوف قديش نسبة السحب الحقيقية. طب انا شو لازم اعمل بهيك حالة؟ اللي بعمله بهالحالة هاي اني انا باجي قبل ما اشغل عمل الجهاز تبع الموبايل، بشغل تسجيل للمخطط البياني. مثل ما لاحظتوا انا سجلت المخطط وبدأ عملية اقلاع الجهاز. الجهاز بدأ يقلع. لاحظوا أنا عندي المرحلة الأولى بدأ يقلع الجهاز المرحلة الطبيعية، أخذ نبضة الإقلاع الرئيسية، بلش يقلع بشكل أساسي بمرحلة الباور، وصل للواحد أمبير، وبلش يتابع مرحلة الإقلاع الكاملة. فعليا بعد ما يخلص قراءة المرحلة الأولى ببلش هلا الجهاز يرجع لوضعية الاستقرار، ينزل لسحب قليل كتير، ويرجع ليستمر بخط سحب قليل حسب ما المفروض انه الجهاز في حال ما فيه مشكلة. فهاد هو البصمة الأساسية للجهاز اللي المفروض يكون عم بيقلع بشكل رسمي وبدون أي مشكلة. مثل ما شايفين هلا انتو الجهاز أقلع. طيب انا راح اطفي الشاشه، هلا الشاشه شغاله، طفيت الشاشه. انا لاحظوا عندي السحب قليل جدا عم بيكون على الجهاز، فمعناته ان الجهاز سليم 100%. هون
هون البرنامج اعطاني رساله عم بيقول لي انه انا ما عاد تحسست للمعلومات اللي عم تجيني من الجهاز. ليش؟ لانه السحب مثل ما شايفين كثير قليل، انا فعليا ما عندي سحب عالي بالجهاز. فافترض الجهاز تلقائيا انه انا وصلت لمرحله اللي هي ثريشولد. ثريشولد هي اخر مرحله بيقدر يقرا فيها داتا. فلما ما عاد يقرا داتا بعد هاي المرحله، الجهاز بيقول لك وقف، انا في عندي فصل صار. لكن الجهاز فعليا لساته شغال، وهي الدليل موجود. لاحظوا شلون ارتفع عندي نسبة الأمبير، بس ما عاد سجل عندي البيانات، لأنه الحساسية البيانات إلى upper shield و down shield three shield. upper shield هو أكثر قيمة بيقرأها، و three shield هي أقل قيمة بيقرأها. طيب نحن فعليا هاي البيانات اللي طلعت قدامي مثل ما أنا سجلتها بكفيني، أنا راح أفصل الجهاز. هاي البيانات بتهمني انا احفظها مثلا مشان اشوفها مره ثانيه لما اغير الجهاز واشوف اذا بدي يرجع يعطيني نفس القراءه. فباجي بضغط على سيف ايمج، قال لي هون انه تم تخزين المسار دي زد كذا الى اخره بامتداد بي ان جي. طيب انا اذا راح اروح هذا الملف اسمه 19/4/21 الى اخره، فراح افتح انا الصفحه واشوف 19/4 وين؟ هاي 19/4. فأنا إذا بفتح الصفحة هلا هون راح تطلع عندي المخطط اللي صدر عن القراءة. فمثل ما شايفين أنا عندي هاي القراءة الأساسية اللي طلعت، أنا هاي القراءة لآيفون 6 فيني أسجلها وأحفظها عندي وأغير اسم الملف مثل ما شايفينه عندي هون. أنا فيني أغيره آيفون 6 نورمال بوت أب. فهلا صار عندي هذا البرنامج مخزن عندي بالاسم اللي انا سجلته مثل ما شايفين، عفوا مثل ما شايفين سجلته بايفون 6 نورمال بوت اب. فانا لما اضغط وافتح عندي الملف بيفتح عندي وبتسجل المعلومات. طبعا انا مستخدم اكثر من مره، وهذا ملف الاكسل اللي نحن حكينا عنه. فانا اذا بفتح ملف الاكسل راح تلاحظ انه انا في عندي بيانات تسجلت على مستوى ملف الاكسل. راح تلاحظ في عندي بيانات كثير بارقام كثير بفتره زمنيه محدده على محور الاكس والواي، اعطاني قيمه الفولت وقيمه الامبير. هاي المعلومات برسم لي اياهم بجراف. فانت فيك فعليا بملف الاكسل نفسه، بنفس ملف الاكسل نفسه انت ممكن تعمل هيك وممكن ترسم جراف. انت ممكن ترسم هذا الجراف نفسه اللي طلع عندك مثل ما شايفين الجراف الاساسي اللي طلع عندي على برنامج الاكسل. فهو مثل ما حكينا هو عباره عن ارقام مسروده على ملف اكسل وبالاخير بيطلع لك اياهم جراف. طيب على كل حال ما نحن نخوض كثير بالتفاصيل، خلينا نشوف شو ممكن يطلع عندي. فمثل ما لاحظت ان هلا هذا النورمال بوت اقلاع سليم، ما عندي مشكله بالجهاز. طيب لنفرض انا في عندي جهاز فيه مشكله، راح نجرب عمليه اقلاعه. خلينا نجرب جهاز فعلا فيه مشكله ونجرب الاقلاع تبعه. عندي جهاز انا هون فاتحه، تخيل انا هذا الجهاز فيه مشكله لهلا ما بتذكر شو كانت المشكله تبعه، بس راح نفحصه سوا نشوف شو المشكله تبعه. راح اربطه انا على الباور زد، انا مسكر الواجهه هاي. مثل ما شايفين عندي الصفحه هون، انا فيني اضغط على الاكس اعطاني جراف جديد. انا صرت جاهز لاني اشغل الجهاز مره ثانيه. هلا راح اشغل الباور، راح نشوف شو نسبه السحب اللي اخذ الجهاز. الجهاز اخذ من عندي نسبة الشحن اللي هون. خليني اركب له الشاشة بس قبل ما يقلع الجهاز لنشوف اذا الجهاز رح يقلع ولا لا. هذا الجهاز بين ايدي هلا، شغل الباور، نضغط هذا
أقلع الجهاز بنسبة سحب بسيطة جدا، لكن ما استمر الإقلاع. طيب خلينا نشوف شو في عندي هون. راح نشغل البرنامج ونعطي إقلاع الجهاز. مثل ما ملاحظين عندي هذا التوقيع أو هاي السيجنال. هاي السيجنال معناته الجهاز دي اف يو مود. هذا الجهاز دي اف يو مود، أنا فيني أورجيكم إياه. الجهاز طافي. راح نعيد التشغيل مرة ثانية. شوفوا، لاحظتوا الشاشة عطت اب لوجو وفصلت، الجهاز ما طفى. كثير من الاخوه، انا لاحظت بعض التعليقات على الانترنت انه انا عندي جهاز ايفون، بتشغل الجهاز على زر الباور، بيقلع الجهاز اب لوجو، بيفصل مجرد ما امت ايدك عن زر الباور. هو ما فصل، هو دخل دي اف يو مود. فانا هلا بوضعيه الدي اف يو مود، باقل استهلاك لنسبه الامبير او الجهد او التيار اللي موجود بالبطاريه. هلا هو بوضعيه عم بقول لك انا بدي استخدم الجهاز. هلا لاحظوا الجهاز طفى. لاحظته بالنهايه اعطاني انه الجهاز طفى. عم بيقول لي الرساله اللي طلعت انه انا نزل عن مستوى 0.000 امبير ففصل الجهاز. ففعليا نزل عندي على الصفر وطفى الجهاز. مجرد ما طفى الجهاز بمعدل 3 ثواني اعطاني رساله انه الجهاز توقف عن استقبال المعلومات. فمثل ما شفتوا انا الجهاز عندي هاد فيه مشكله انه هو دي اف يو مود. طيب لنشوف اذا في جهاز ثاني عندي ممكن نستخدمه او نعمل نظره سريعه عليه. عندي جهاز جهاز 6 بلس، راح أوصل الباور زد وراح نشوف إذا الباور زد بيخلي يقلع ولا لا، أو بمعنى آخر بنراقب نسبة الإقلاع اللي موجودة على الباور زد. راح نشغل الباور زد ونعطي نسبة إقلاع. أقلع الجهاز مثل ما شايفين وراي على الجراف انه الجهاز بدأ بعملية الاقلاع. هذا الجهاز 6 بلس عم بيقلع، فيه مشكلة. راح نشوف هلا شو المشكلة. لاحظ انه انا في عندي نسبة توسع كبير بعملية الاقلاع بالمرحلة الاولى. يعني انا اذا برجع مرة ثانية على الجراف القديم اللي حفظناه لنسبة الاقلاع راح نلاقي انه في اختلاف عندي بعملية الاقلاع. كل جهاز له جراف محدد، فانت ما بتقدر تقارن انه والله انا عندي 6 عم بقلع نفس الشيء او ال7 ما عم بقلع نفس الشيء. لا، كل جهاز له نسبه سحب خاص، له طريقه خاصه بعمليه الاقلاع. فمثل ما شايفين ان هذا الجهاز اخذ فتره زمنيه جيده لعمليه الاقلاع. هلا الشاشه اقلعت مثل ما شايفين عندي هون، اقلعت الشاشه. وهلا رح نستنى لنشوف الشاشه وهي عم تطفي. طفت الشاشه لكن ما زال عندي نسبة سحب 1.6 أو 2.8 أو 3. فعليا في شيء خطأ عم بيشتغل ضمن الجهاز. فهلأ مثل ما تلاحظ عندي هون في قراءات مختلفة بلشت تطلع عندي. لاحظوا أول شيء تشوه الإشارة كيف عم بيكون بشكل عشوائي، بعدين عم بنزل لتحت، برجع بحاول يقلع وبرجع بينزل. مثل ما شايفين عم بينزل أكثر. وصل لمرحلة اعطاني الثريشولد. انا طبعا فيني اغير الثريشولد تبعه وانزل تحت هذا الرقم اللي حاطينه، بحيث انه ممكن اتابع اقلاع الجهاز وظني عامل مونيتورنج للجهاز لفترة اطول او عملية مراقبة للجهاز بشكل اكبر. ففيك تغير انت الفريمات المطلوبة لحتى تقدر تتابع هذا الموضوع.
مثل ما شايفين أنا في عندي هذا نظام إقلاع تاني. طبعا هذا الجهاز فيه مشكلة إنه ما عم بيقدر يعمل عم بيعطي عملية سيرشنج للإيمي أو للنتورك، فيه مشكلة بالبيس باند نفسه. فأنا عم بلاقي إنه في عندي عمليا تشوه بشكل الإشارة الإقلاع، ولا المفروض تكون فعليا تطلع الإشارة تاخذ مجال علوي تقرأ الداتا ترجع تاخذ وضع استقرار. بس لاحظوا عندي هون إنه الداتا طلعت ردت مشيت بمسار محدد ارتفعت، طبيعي جدا هون هلأ تنزل لتحت وتستمر بهذا المسار. بس طالما إنه ردت رجعت طلعت هون، في عندي شيء ما عم بخلي الجهاز يستهلك هذا الباور، وعم برجع بقرأ مرة تانية وعم برجع بحاول ينزل رد عم برجع يطلع بينزل الأخير. ولاحظوا هون في عندي نبضات كتير مختلفة بنهاية الجهاز هون، معناته أنا كمان في لسه في عندي قراءات مختلفة. فهاي العملية اللي أنا هلأ شفتها قدامي هون معناته الجهاز فيه عطل ما. طبعا مثل ما واضح عندي هون أنا عندي كان مشكلة إنه عم بيعطيني سيرش إنه ما عم بيقدر يقرأ الإيمي أو ما بيقرأ البيس باند بشكل جيد، فأعطاني هذا السيجنال. طبعا هلا انت راح تسالني انه هاي القراءه هي نفس ال7؟ لا هي مش نفس ال7. انا كان عندي جهاز 7 اخذت عنه قراءه، اخذت عنه قراءه وسجلت عندي، اورجيكم شكل الايفون 7 كيف بيعطي بيس باند بروبلم مثلا. بيس باند هاي مثل ما ملاحظين عندي تشوه هون بشكل كتير كبير بالبيس باند. طبعا هاي القراءة أخذها من نص القراءة، راح أورجيكم صورة تانية أوضح. هاي عندي هون مثل ما شايفين مشكلة بيس باند. فبتلاحظوا عندي هون عم تطلع الإشارة بحاول يقرأ وبرجع بينزل، برجع بحاول يطلع يقرأ وينزل، يقرأ ينزل، يقرأ ينزل. فمثل ما ملاحظين عندي الآيفون 7 نسبة عملية القراءة تبعه مختلفة تماما عن ايفون 6 وايفون 6 بلس حتى ايفون 6 اس. فكل ديفايس له طريقة محددة بعملية القراءة. فمثل ما شايفين هون عم بيلاقي صعوبة بانه يتواصل مع البيس باند ليقرأ الايمي ويتعامل مع الايمي، فبالتالي هون بيقلع الجهاز اول فترة، بعدين بيوقع بيعمل لوب، بيرجع بيوقع بيعمل لوب، بيوقع بيعمل لوب. هاي هي اللوب اللي بيدخل فيها الجهاز بالبيس باند بروبلم. طيب راح اورجيكم شو الفرق عنه عن الاوديو. لاحظ الاوديو عم بيصير فيه اختلافات اكبر بكتير، عم بيكون جدا سريع الكل اللوب تبعه. ففعليا البيس باند هو في الواقع البيس باند لما يقلع على الباور زد بيقلع بشكل انه بيعمل لوب سريع. فالمفروض انه انت هاي القراءة، يا انا اللهم العليم انا مخطئ، انه ممكن تكون هاي القراءة هي قراءة البيس باند، فانا مخطئ بتسجيل الملف، بعتذر منكم اخواني. هذا الملف مثل ما شايفين البيس باند عم بيعمل لوب، لوب سريع، بيطلع وبينزل، بيحاول يتواصل بيرجع بيوقع، بتحاول يتواصل بيرجع بيوقع. هذا هو اللوب اللي خاص بالبيس باند. بس اللوب تبع الاوديو مختلف، لانه اللوب الاوديو طويل، فهو بيقرا داتا وبيضل فوق لانه عم بيسحب امبير بشكل طبيعي، بعد فتره بيرجع بيهبط بيرجع بيطلع مره تانية وبتابع موضوعه. طبعا راح تقول لي انت في عندك الهوم باتن كمان فيه نفس المشكله، انه ممكن يعمل لوب سريع، اللوب بطيء عفوا، اللوب البطيء يعني بياخذ فتره زمنيه طويله لحتى يعمل اللوب. فممكن تشوف ان لا القراءة تبع الهوم بتن مختلفة، رح تلاقي انه القراءة فوق مش تحت. الباور رح يكون بمنتصف الفولتية، يعني رح الامبير، يعني الامبير رح يكون بمنتصف المسار اللي طالع عندي بالشاشة، رح يكون بهذا المسار. بينما لا، انت لما تكون عندك الهوم بتن لا رح يكون اعلى شوي القراءة. هذا الحكي مختلف من جهاز لجهاز. إذا الجهاز عليه حرارة رح يفرق، إذا الجهاز جديد أول مرة بتفتحه رح يكون غير قراءة. فأنت رح تبني قاعدة البيانات تبعك اللي تتعامل فيها مع الجهاز، ومن خلالها بتعرف أنت شو بدك تشتغل. أما ما فيك مجرد أنك طلعت على الجراف أو ماشي هاي أوديو، لا هاي بيس باند، ما فيك تعمل هذا الشيء. لازم يكون في عندك تسجيل لبياناتك الخاصة لتتعامل مع الجهاز. طبعا الجهاز ممتع جدا للعمل معه،
سهل جدا العمل معهم، ما في داعي لانه يكون في خوف او رهبة او حتى انه انا مالي عارف شو بدي اتصرف ولا مالي عارف شو بدي اعمل. بكل بساطة ابني قاعدة بيانات، هاي قاعدة البيانات انه انا اجاني جهاز العطل تبعه شحن، حطيته على الباور زد، شفت القراءة تبعه لما يكون عطل الشحن. فانا لما بيجيني مرة تانية جهاز بحطه على الباور زد، بقارن انا مرق معي هذا الجراف قبل بمرة ولا لا، وبقدر احدد مباشرة هذه المشكلة. طبعا هذا الكلام يعني ممكن يكون سليم بنسبة 85%، يعني إذا كنت كتير متفائل، لأنه مثل ما وضحت لكم الجهاز بيفرق قراءته لما يكون جديد عن لما يكون مصلح أو داخل عليه حرارة أو متعرض لصدمة أيا كان يكون. طبعا لما يكون عندي شورت بالجهاز راح تلاقي الجراف ضرب لسقف الشاشة، وبالتالي ما راح تقدر تقرأ غير إنه أنا في عندي سحب عالي جدا بالجهاز، فهذا سببه بيكون إنه في عندي شورت. هاي بشكل عام يعني صورة عامة عن معظم الأعطال اللي ممكن تواجهك أو ممكن تستفيد من الباور زد فيها. بس مثل ما أكدت لك، أنت فيك تستخدم هذا الجهاز بالطريقة اللي أنت بتناسبك، فهي شغلة كرياتيفيتي، يعني أنت حر كيف تلاقي طريقتك في عمل الجهاز. بتمنى أنه هاي المعلومات تكون على صغرها وعلى حجم الفيديو البسيط انه تساعدكم بالخطوات الاولى باستخدام الباور زد وتتعاملوا معه بشكل جيد، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باستخدام هذا الجهاز. شكرا كثير لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم سعيد وليلة سعيدة ونهار سعيد وايام سعيدة، ويسعد اوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.